موجودة كويسة مش كده؟ كويسة كويسة. اسمعين، ده اللي حصل كان نفسي أطمن فيها عليك. نفسي أحس إن أنت وجوزك عايشين حياة طبيعية. قولي لي اللي بيحصل، اوعي تقولي مفيش حاجة. أنا مش عيل صغير عشان تضحكي عليه. ما تقلقش يا بابا، دي مشاكل عادية بين أي اتنين متجوزين. أي نوع، أي نوع من المشاكل يا هبة، أي نوع من المشاكل يخونك. صرت كأنه قلت لك بلاش بلاش الوقت بس ليه خلاص. بابا ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ هو ده الوقت المهم. كان نفسي اطمن عليك مع راجل اكرم بيرعي ربنا فيك بيخاف عليك. كان نفسي متقلقش عليا يا بابا، بنت الراجل محدش يعرف يكسرها. أهم حاجة تفكر في نفسك وبس، متشغلش نفسك بأي حاجة خالص. قلبي خدي بالك من نفسك، خدي بالك من نفسك. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.